السلام عليكم، معاكم دكتورة ياسمين حسيني، مدرس طب الأسرة، وهنتكلم النهاردة عن موضوع بوست نيتال كير What about our agenda today؟ أو إيه هي learning objectives اللي احنا المفروض نكون عارفينها في محاضرة النهاردة؟ أول حاجة define the post natal period، identify the objectives of post natal care، identify the timing of postnatal care, describe the components of each postnatal care visit, list danger symptoms and referral criteria for the mother and the newborn, and finally identify the components of health education and counseling for the mother and the newborn. ده ان شاء الله الobjectives اللي هنعرفها في محاضرة النهاردة، وهناخد كل نقطة منهم ونشرحها بالتفصيل. طيب أول حاجة، إيه هو الـ definition of postnatal period أو بسموها postpartum period أو puerperium؟ It is a period that starts about 2 hours after the delivery of the placenta and continue for 6 weeks. طيب إيه اللي بيحصل خلال الـ postnatal period؟ All the anatomic and physiologic changes of pregnancy are reversed and the body returns to the non-pregnant ستيت. انتوا اخدتوا اثناء ما كنتوا بتدرسوا البريجننسي ان في فيسيولوجيك تشينجز بتحصل كتير during pregnancy، فخلال البوست نيتال بيريود بقى بتبتدي الجسم تدريجي كل التشينجز دي بترجع للنورمال وترجع ان هو نون بريجننت ستيت. طيب ايه هي الاوبجكتيفز اوف بوست نيتال كير، او انا ليه بعمل البوست نيتال كير؟ ايه الهدف بتاعي ان انا بعمل البوست نيتال كير؟ دايما واحنا بنتكلم في محاضرة البوست نيتال كير هنتكلم انتو بارالل لاين، دايما هتكلم على the mother and the infant او النيوبورن. اول حاجة الobjective for the newborn، عندي اول حاجة early detection of health problem، مهم اوي ان انا اعرف النيوبورن ده هل هو نورمال ولا عنده اي health problem، ولازم اعمل لها اكتشفها بدري علشان لو انا محتاج اعمل ريفيرال اعمل تايم ريفيرال لي هاير هيلث كير فاسيلتي. مهم قوي برضو من الحاجات المهمه في البوست نيتال كير البريست فيدنج كونسلنج، انا لازم اعمل استابليشمنت للبريست فيدنج وبعمل كونسلنج للمذر زي ما اخدته في موديول النيوتريشن، كل خطوات البريست فيدنج كونسلنج بطبقها هنا، بعلمها ازاي تعمل رايت بوزيشننج، ازاي تعمل لاتش للبيبي على النيبل، لو بتقابلها اي مشكله بساعدها فيها وبنشوف نحلها ازاي. وثالث اوبجكتيف بالنسبه للنيو بورد بعمل كونسلنج فور بروبر انفانت كير، بعمل كونسلنج للمذر وبعلمها ازاي تتعامل مع الطفل وازاي تعمل بروبر انفانت كير. يبقى دول الاوبجكتيف اوف بوست نيتال كير بالنسبه للنيو بورن او الانفانت. المذر ايه هي الاوبجكتيف بتاعتي؟ اول حاجه ريبرودكتيف هيلث بروموشن، عندي كمان prevention of postpartum complication، ولو لا قدر الله حصلت ال postpartum complication مهمة أوي إن أنا أعمل لها early detection and referral as needed. بعمل psychological support وده مهم أوي في مرحلة ال postnatal period، لأن الأبحاث وجدت إن حوالي 75% من ال females during the postnatal period بيتعرضوا ل psychological disturbance أشهرها ال depression، فمهم أوي إن أنا أعمل psychological support للمذر في الفترة دي. هعمل psychological support لأن أنا هعمل كمان counseling for the husband and the other family members عشان يساعدوني يعملوا لها support برضه. Social adjustment and reintegration in the society، الفيميل دي فترة البريجنانسي بتكون يعني في أنشطة كتير وأكتيفيتيز مبقتش بتعملها، فأنا بساعدها إن هي تعمل reintegration بعد الولادة في السوسايتي تاني. Family planning counseling دي برضو من البوينتس المهمة جدا زيها زي البريست فيدنج كونسلنج، اللي أنا لازم أكلم الأم عنها في البوست نيتال بيريود وهتكلم بكل خطواتها زي ما اتعلمنا في السيشن بتاعة الفاميلي بلاننج كونسلنج وإيه الميثودز المناسبة وهنختارها إزاي والكلام ده كله. مهم برضو إن أنا أعمل لها هيلث إدوكيشن، وهنعرف في آخر المحاضرة إيه البوينتس اللي أنا هعمل هيلث إدوكيشن للمذرز بخصوصها.
يبقى دي التاني بوينت في محاضرة النهاردة، وتاني objective ايه هي ال objectives بتاعتي او الاهداف بتاعتي من اللي انا بعمل postnatal care، سواء for the infant or for the mother. طيب ايه هي timing of postnatal care؟ انا امتى هعمل ال postnatal care دي او مواعيد الزيارات ايه؟ بتختلف على حسب هل هي home delivery ولا hospital delivery. لو هي home delivery بيبقى عند ليها home visits في اليوم الأول والرابع والسابع، ودي ممكن أعملها أنا ك health care provider أو ممكن النيرس اللي تعملها أو الرائدة الريفية ممكن تروح لها البيت وتطمن عليها، لو احتاجتني في حاجة أنا ممكن برضو إيه أتدخل. ففي عندي home visits في اليوم الأول والرابع والسابع، وبعد كده بتجيلي في العيادة في اليوم الأربعين، واليوم الأربعين ده غالبا هو اليوم اللي بنتكلم فيه على الفاميلي بلانينج كونسلينج. لو هي هوسبيتال ديليفري هتاخد الكير بتاعتها في الهوسبيتال لحد الديسشارج، وبعد كده هتكمل زي ايه نفس السكيدجول بتاعت الهوم ديليفري. هنا الشارت دي بتورينا الفيزيتس، قلنا ان احنا عندنا 4 فيزيتس في اليوم الاول والرابع والسابع، وعندي في اليوم الاربعين بتجيلي العيادة. كل مرة هعمل ايه في الفيزيتس دي؟ كل مرة بعمل سواء للمذر او زي انفنت فول هيستوري تيكينج، بعمل فيزيكال اكزامينيشن اند لابوراتوري انفستيجيشنز از نيدد، وبطلع بريزلت ريزلتس او دايجنوزس، بشوف هل المذر او الانفنت دي عندهم ريسك او عندهم دينجر سيمتوم او ساين تستدعي ان انا اعمل لهم ريفيرال فور هاير ليفل اوف هيلث كير فاسيلتي. لو بعمل لهم ريفيرال، لو لا بكمل خلاص عادي في الكونسلنج اند هيلث education. طيب ايه هي الكومبوننتس اوف ايتش postnatal كير فيزيت؟ احنا قلنا ان احنا هنعمل في كل فيزيت هيستوري، هناخد فول هيستوري، هنعمل فيزيكال اكزامينيشن، وهنعمل لابوراتوري انفستيجيشن. ده بالنسبه لي سواء للمذر او للنيو بورن. اول حاجه هيستوري تيكينج بالنسبه للمذر، ايه اللي يهمني في الهيستوري؟ اول حاجه لو في abnormal detect abnormal bleeding، حصل على abnormal bleeding حصل عليه ازاي؟ حصل على amount of bleeding، وحصل على number of beds used daily. حصل على manifestation للpostpartum preeclampsia، حصل على severe headache، visual disturbance، epigastric pain، urination، لان ممكن يكون مصاحب مع postpartum preeclampsia decrease في urination. والmanifestations دي كلها بتكون indicators ان البيشنت دي ممكن يجيلها postpartum preeclampsia، فبلحقها دايما بدري. في اليوم الاول بسأل على فيتامين اي كبسول ادمنستريشن، المفروض هي بتاخد فيتامين اي كبسول، الجرعة بتاعتها 200,000 انترناشونال يونت، بسأل هي خدتها ولا لا، ولو ما خدتهاش بديها لها. في اليوم الرابع والسابع مهم ان انا اسأل على دينجر سيمتومز، اللي يقلقني في فيميل في البوست نيتال بيريود في حاجتين مهمين. اول حاجه ثرومبوتيك كومبليكيشن، حصل عليها ازاي؟ حصل على بين ان ذا كاف ماسل، وحصل على شيست بين. وتاني حاجه السبسيس، برضو مهم ان انا اسال عليه، حصل عليه ازاي؟ هشوف في فيفر شيلز او مال اودر فاجينال ديسشارج. يبقى دي الفور بوينتس اللي تهمني في الهيستوري تيكينج ريجاردينج ذا ماذر. طيب ريجاردينج ذا انفنت، مهم ان انا اسال المذر على اني دينجر سيمتوم هي شايفاها او اني كونسيرن about her infant. يبقى دي بالنسبة لأول نقطة في الـ components of postnatal care visit اللي هي الـ history taking regarding the mother and regarding the infant. احنا كده اتكلمنا على الـ history taking. تاني component من الـ postnatal care visit هو physical examination. هعمل ايه في الـ physical examination؟ اول حاجة regarding the mother هعمل general examination، مهم ان انا اشوف vital signs، pulse, blood pressure, temperature, respiration. بعمل breast examination عشان detect retracted nipple، ولو موجودة اشوف هتعامل معاها ازاي. بعمل lower limb examination to detect any tenderness or edema. regarding the infant هعمل general examination برضو، هيهمني ايه في general examination؟ هبص على tone، color of the skin، body weight، temperature and respiratory rate. يبقى دي البوينتس اللي انا هغطيها في الـ general examination regarding the mother and regarding the infant. طيب ايه تاني في الـ physical examination؟ احنا قلنا كده general examination سواء للـ mother او الـ infant.
تاني نقطة في الفيزيكال اكزامينيشن ابدومينال اكزامينيشن برضه هيكون المذر اند ذا انفنت. ايه اللي يهمني في الابدومينال اكزامينيشن فور ذا مذر؟ في اليوم الاول مهم ان انا اعمل اسسمنت للفاندل هايت اند فيرمنس عشان اشوف هل في يوتراين انفوليوشن ولا لا، وعلشان لو في يوترس اتوني وده بيكون سبب ان هو ممكن يحصل لها بوست بارتم هيموريج، فانا اديتكت الموضوع ده بدري. بعمل بالبيشن للابدومين عشان اشوف لو في تندرنس. مهم ان انا اشوف زي ما قلنا اليوترس فور انفوليوشن. ومن النقط المهمة اللي بتساعد على اليوترس ان يحصل له انفوليوشن اللي هو الايرلي بيجينينج للبريست فيدنج، لان هو بيطلع اوكسيتوسين هرمون، اوكسيتوسين ده بيساعد على الكونتراكشن والانفوليوشن اوف ذا يوترس. فمهم عشان كده بنقول مهم قوي ان احنا نعمل لها كونسلنج سواء مهم ليها او للبيبي. ده في اليوم الاول. في اليوم الـ40 بشوف اللي هي لما تجيلي في العيادة بيهمني ان انا ابص على الابدومينال ماسكوليتشر، وهعمل انسبكشن للسيزيريان سيكشن وبعمل فحص للانسيجن بتاعت السيزيريان سيكشن لو هي والده بسيزيريان سيكشن. طيب ايه المهم في الابدومينال اكزامينيشن بالنسبه للانفانت؟ اللي يهمني الامبلايكال ستامب. مهم ان انا اشوف اعمل اكزامينيشن امبلايكال ستامب اشوف لو فيها اي انفكشن زي مثلا لو في ريدنس، لو في ديستشارج، فيها بص. دي من الحاجات المهمة ان انا ببص عليها. كمان ان انا بعمل تشيك ان الامبليكال ستام هاز بين فولن اوف في اليوم الـ7 او على الاقل انها تكون توتال درويد، يعني في اطفال بيتاخروا عن 7 ايام بس اتاكد انها توتال درويد وما فيهاش اي انفكشن. يبقى ده البوينت الثانيه في الفيزيكال اكزامينيشن. احنا قلنا جنرال اكزامينيشن وابدومينال اكزامينيشن. تالت نقطه في الفيزيكال اكزامينيشن عندي فور ذا مذر مهم ان انا اعمل لوكال اكزامينيشن. طيب هشوف ايه في اللوكال اكزامينيشن؟ هشوف الاماونت اوف فاجينال بليدنج ويعمل اكزامينيشن للبرينيوم لو في اي انفكشن لسريشن اند هيماتوما. طيب فور ذا انفانت هعمل ايه؟ هعمل شيست اكزامينيشن. مهم ان انا اعمل شيست اكزامينيشن فور ايرلي ديتكشن اوف ريسبيراتوري ديستريس، فهشوف لو في اي شيست ريتراكشن ديورنج ريسبيريشن. دي من ضمن الايه الدينجر ساينز اللي موجوده معايا. يبقى كده احنا خلصنا البوينتس بتاعت البوينت بتاعت الفيزيكال اكزامينيشن، هي تاني كومبوننت من البوست نيتال كير. وعرفنا ان احنا بنعمل جنرال اكزامينيشن سواء للمذر او للانفنت، بنعمل ابدومينال اكزامينيشن برضو للاثنين، وبعد كده في المذر هنعمل لوكال اكزامينيشن وفي الانفنت شيست اكزامينيشن. طيب تالت كومبوننت من البوست نيتال كير فيزيت عندي انفستيجيشنز. الانفستيجيشنز انا هحتاجها اول حاجه بالنسبه للمذر في اليوم الـ40 مهم ان انا اعمل تشيك للهيموجلوبين ليفل، وكمان اعمل كومبليت يورين اناليسيس عشان تو ديتكت اليو تي اي واللي هي الكومن كومبليكيشن الموجوده في البوست نيتال بيريود. بالنسبه للانفنت مهم قوي ان انا اعمل كونسلنج للمذر من اليوم الاول ان هي تكون عارفه ان الطفل ده لازم يعمل سكريننج تيست خلال الاسبوع الاول اللي هما 3 سكريننج تيست. ايه هما؟ كونجنتال هايبوثايروديزم وفينايل كيتينوريا وهيرينج اسسمنت. ولازم في اليوم السابع اتاكد من الام ان في الزياره اللي هي في اليوم السابع ان الطفل فعلا عمل سكريننج تيست، لان ده نقطه مهمه جدا. وبكده نكون خلصنا الكومبوننتس اوف بوست نيتال كير فيزيت اللي هي الحاجات الورك اب اللي انا هعمله مع المذر والانفنت في خلال الزيارات. وقلنا ان هي 3 كومبوننت، هعمل هيستوري تيكينج وفيزيكال اكزامينيشن وانفيشن. هنا كده راب اب على الكومبوننت اوف بوست نيتال كير فيزيت. قلنا هناخد هيستوري وهنعمل اكزامينيشن، والاكزامينيشن كان المذر جنرال وابدومينال اند لوكال، وكان دي الانفنت جنرال ابدومينال اند شيست اكزامينيشن. والانفستيجيشن بالنسبه للمذر كان مهم ان انا اعمل هيموجلوبين ليفل واعمل كومبليت يورين اناليسيس، والانفنت مهم قوي السكريننج تيست اللي احنا قلنا عليها، اعمل كونسلنج للمذر على اهميتها ويتاكد ان هي عملتها في الميعاد المحدد لان هي لازم تعمل خلال الاسبوع الاول بعد الولاده. الاوبجكتيف اللي بعد كده اللي قلنا عليه في محاضره النهارده ان انا هشوف اي دينجر سيمبتومز واعرف ايه هي الريفيرال كرايتيريا فور ذا مذر. طيب دينجر سيمبتوم دي مهم ان انا انبه الام للدينجر سيمبتومز دي، اقول لها في علامات خطر لو انت جاتلك او حسيتي بيها لازم تتكلميني او توسيك ميديكال ادفايس في اي مكان. الدينجر ساينز دي حاجات انا بشوفها خلال الزيارات
وانا بعمل examination او هتبان لي بيه الهيستوري، او حتى لو عملت investigation، ودي بتكون indication للreferral. طيب هنتعرف عليهم. السيمتوم اللي هي موجودة في المظهر ولازم اعمل لها counseling عليها، اول حاجة الفاجينال بليدنج. لو حاسس ان الفاجينال بليدنج ده abnormal لازم seek medical advice. لو في severe headache، blurring of vision، epigastric pain، convulsion، painful cough muscle، fever and malodorous vaginal discharge، abdominal tenderness، chest pain or dyspnea او fainting. لو حست باي symptom من دول بنبه عليها ان هي لازم to seek medical advice في اقرب وقت. واحنا في السلايدز اللي فاتت اتكلمنا على كل بوينت من دول هي indicator لايه. ايه هي الريفيرال كرايتيريا بقى اللي تخليني احول الحاله دي؟ اول حاجه لو البلس اكتر من 100 بيت بير مينيت، لو البلد بريشر اكتر من 140 على 90، لو التمبريتشر اكتر من 38، لو في تندر اور هارد بريست، تندر كاف ماسل، لو في لور ابدومينال بين تندرنس، مال اودرس فاجينال ديتشارج اند انفكتد برينيال وونت. لو في اي حاجه من دول دي انديكيشن للريفيرال وانا لازم احول الحاله دي ل هاير هيلث كير فاسيلتي. كده اتكلمنا على المذر. طيب بالنسبه للانفنت نفس الكلام، هنبه على المذر ان في سيمتومز معينه لو شافتها في الطفل بتاعها لازم تكلمني او توسيك ميديكال ادفايس. وفي ريفيرال كرايتيريا انا لو شفتها وانا بعمل فحص او انفستيجيشن يبقى دي حاجه. ايه هي الدينجر سيمتوم اللي بتكون موجوده في الانفنت؟ اول حاجه لو في كونفولجن او كونتينيوس سليب، لو في ريفيوز للفيدنج فور تو سكسيسيف تايمز، رفض الاكل مرتين ورا بعض، ديليت باسج اوف ستول او يورين. طيب لمده قد ايه؟ لمده 24 ساعه. دايريا اور اكسسيف فوميتنج، لو في فيفر او كولد سكين، لو في سكين ابنورمال كولر، الكولر بتاع السكين مش مظبوط، لو مثلا ممكن يكون في بالور، البالور ده انديكيتور ان في بلاد لوس، ممكن يكون الكالر اوف سكين يلو ففي كده في نيونيتال جوندس، ممكن يكون الكالر اوف سكين في بلو كالر سيانوزس فدي في معناه ان في عنده هايبوكسيا، او في موتلينج ودي بتكون انديكيتور ان في كونجنتال هارت ديزيز. فدي كلها سيمتومز لازم انبه المذر ليها ان هي لو لاحظتها ان هي لازم ترجع لي. بشوف بخليها تتابع الامبليكال ستامب لو فيها اي مانيفستيشن للانفكشن، فيها ريدنس، فيها اوزنج، لو في رابيد ريسبيريشن او بانتنج عشان اشوف لو في ريسبيراتوري ديستريس، بور اور ويك ساكلينج، في ليثارجي، لو في ويك اور كونستانت كراي، لو في مشكله في الاي بقى، لو في الاي سويلينج او الاي ستيكي او فيها بس او فيها ديستشارج، دي كلها دينجر سيمتومز ممكن تكون موجوده في الانفنت ولازم انبه المذر ليها. الريفيرال كرايتيريا بقى اللي انا لو شفت حاجه من دول لازم احول الطفل ده، اول حاجه التمبريتشر لو اقل من 36 او اكتر من 38 دي انديكيشن للريفيرال، لو الريسبيراتوري ريت اكتر من 60، لو هو فلاسيد نون رياكتيف تشايلد او انفنت، لو عنده بقى جوندس او سيانوزس او بالر، واحنا قلنا الانديكيتور بكل بتاعت كل واحده فيهم لو الانديكيشن بتاعتها، الديفيكولتي ان بريثنج، لو في امبليكال ستامب، لو في بلادي بيريولنت بلادي اور بيريولنت تشارج من الامبليكال ستامب ففي هنا كده في انفكشن، لو في سيفير ابدومينال ديستنشن، او لو في امبيجوس اي جينيتاليا. يبقى دي كلها ريفيرال كرايتيريا لو انا شفتها ان انا المفروض ان انا احول الحاله دي. طيب احنا كده وصلنا لاخر نقطة في محاضرة النهاردة، هنتكلم على الـ Health Education and Counseling. ايه هي المسج اللي انا هديها للمذر سواء about her or about her newborn والكونسلنج اللي انا هعمله لها. برضو هنتكلم على المذر وبعد كده هنتكلم على الانفنت. ايه هي الـ Health Education for the mother؟ اول حاجة encourage the mother to ambulate early. تاني حاجة مهمة أوي أنا أكد على البريست فيدينج كونسلنج، من أول محاضرة بتكلم على أهمية البريست فيدينج كونسلنج، دي مهمة جدا ومهم إن أنا سعيدة إنها تعمل بوزيشننج صح وكل الكلام اللي إحنا قلنا عليه ده. لازم أعلمها إزاي تعمل كير للبريست أند نيبل. إيه كمان؟ مهم إن زي ما قلنا إن أنا أنبهها للدينجر سيمتومز أند ساين،
مهم ان انا اعمل لها education على البروبر نيوتريشن واهميتها، مهم ان انا اعمل لها education و explanation عن abdominal muscle tone and exercise، وانصحها ايه انواع الاكسرسايز اللي هي المفروض تعملها. وزي ما اتكلمنا في الاول قلنا مهم اوي ان انا اكلمها على الفاميلي بلانينج او البيرث سبيسينج، يبقى دي الهيلثي education for the muscle. طيب ايه البوينتس اللي تهمني في الهيلث education for the mother regarding her infant؟ اول حاجه temperature regulation and how to keep the infant warm. care of umbilical stump، لازم اعلمها ازاي تعتني بالumbilical stump. care of the eyes. واخر نقطه time for start the well baby care، لازم اعلم المذر وانبهها ان هي لازم تتابع الطفل بتاعها في اقرب maternal and child health care سنتر، لازم تروح الزيارات في مواعيدها عشان تتابع الجروث اند ديفلوبمنت اوف هير انفنت. وكمان بعرفها الفاكسينيشن سكيدجول وبعرفها ميعاد اول زياره هتروح امتى. وبكده نكون خلصنا محاضره النهارده، ويا رب تكونوا استفدتوا، وبتمنى لكم كل التوفيق.